تعال احكي لك 10 خطوات تخليك تجيب العيد، تجيب العيد على الاخر في شغلك، واحتمال كثير كبير انك انت تخسر تماما بعديها. جاسة بالصفة ونومور والله. اول شغلة تعملها في شغلك راح تجيب العيد فيها وتجيبك تافع على الاخر، اكذب قد تقدر في الانترفيو. يعني انت احسن واحد بيعمل الشغلة الفلانية، وانت الله خلقك كسر القالب، وانت ما في منك اثنين، وانت اقوى حدا بالفيل تبعك، وانت بتعرف كل اشي عن الشغلات اللي سألك عنهم في الانترفيو. يس 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 I know everything. وقد ما تقدر اعملها وعد انك انت راح تاكل هواء بعد ما تتوظف. نقطة كثير مهمة اللي هي النقطة رقم 2 عشان تجيب العيد. اي شغل بتلاقيه قدامك وانت بتدور على فرصة عمل، روح وقدم عليه، روح المقابلة، وافق على الأوفر، روح اشتغل معهم. اوعى تكون حكيم بالمرة في اختياراتك خلال عملية البحث عن العمل. النقطة الثالثة من النقاط اللي كثير مهمة كلنا بنعرفها وكلنا بنعملها، قضيها على التلفون، قضيها على الانترنت، قضيها على الواتساب، قضيها على السوشيال ميديا والفيسبوك، واعمل كل اللي نفسك فيه، الا طبعا انك انت تعطي شغلك حقه او انك تشتغل بحق الله. قضيها على الانترنت. والنقطة رقم 4 في كثير الناس بيحبوا يعملوها واردي بيعملوها، وقع في غرام مديرك. انت كل اللي بتحكي صح، انت اكثر حدا بفهم الكوكب. يا الله كيف عرفت الشغلة الفلانية؟ صح 100%، كيف قدرت تاخذ هذا القرار؟ كل هاي الشغلات والبهارات هاي معلم بتجيبك كتاب تمثيل جوخ حلو بس برواقة وبعقل، مش هيك؟ النقطة الخامسة يا صديقي عشان تجيب العيد تماما، نفر زملائك منك قد ما تقدر، اكرههم، خليهم يكرهوك، شلوا أمل بعض، لا تطيقوا بعض بالمرة، وكون أكثر واحد مكروه في الشركة، واعمل جو نكد في الشركة، ونكد على أم كل واحد بيشتغل معك. النقطة رقم 6 بدون منازع، كل حدا فينا هيك على الأغلب، انت ابو العريه، انت اكثر واحد بفهم في الشركه، او شو اللي اكثر واحد، انت الوحيد اللي بتفهم في الشركه، وكل الناس التانيين ولا حبه، وكلهم عطلين عجله سير المهام والانجاز وتحصيل الدفعات بسبب الغباء اللي هم قاعدين بيشتغلوا فيه. واي شيء غلط واي مشكله بتصير في الشغل، اي مشكله بتصير في التسليم ومش قادرين نحصل الدفعات، علقها على شماعه كل الشباب اللي بيشتغلوا معك في الشركه، واكيد انت ما لك علاقه بهذه المشكله لانك انت ابو العره. النقطه رقم 7، كون لوام قد ما تقدر، ولوم اي شخص على اي غلط بخطر في بالك، عادي لوم وبهدله كمان، وحتى لو انت مش مديره عادي بتمون بهدل، اصلا بطلع لك هو غلط اساسا، هو كيف يعمل هيك، بهدل وكون لوام قد ما تقدر، وبعديها ارجع عادي اشتغل طبيعي ولا كأنه صار في شيء، واطلع معهم عن بريك الشغل ولا كأنك سويت اي شيء، وبضمن لك انه مش جبت العيد معلم، انت اخترعت عيد جديد. النقطة رقم 8، النقطة رقم 8 هاي نقطة جدا مهمة في مسيرة خسارة شغلك وتكريه الناس فيك. شو بتحكي لك النقطة رقم 8؟ بتحكي لك اوعى تشكر اي حدا في الشركة على اي مجهود بيعمله وشو ما كان هذا المجهود. ليه؟ لانه عادي اصلا هذا شغله، اصلا شو عمل اشي زيادة، واصلا لو انك انت عملت هذا الشغل كان عملته احسن منه بمليون مرة، بس انت اشهر. والنقطة رقم 9 تزبط خاصة إذا شغلك في الأرقام في الحسابات، اعمل شغلك وسلمه مباشرة، ولا تشيك لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاث، خلص شغلك وسلم، احنا نقعد نشيك واحنا فاضيين لهذا الحكي، خلص ما أنا اللي عملت الشغل، أنا متأكد منه أكيد صح. يعني شو فيها يعني لو غلطت لي بثلاث أربع أصفار على يمين الرقم اللي أنا أوريدي حسبته؟ يعني شو هالمشكلة العظيمة؟ يعني مش حيفرق إيش. النقطة رقم 10، هذه 100%، إذا أنت مدير مثلاً الفريق، أو إذا أنت الليدر، أو إذا أنت acting as a leader، أو إذا أنت acting as a general manager، ومطلوب منك مثلاً توقع على transmitter letter، أو توقع على تسليمات الشباب، أو توقع على شغل عملوه الشباب أو أي حدا غيرك، وقع من غير ما تشيك وراء
يا اما انت واثق فيه يا اما انت ما فيش داعي تشيك على الشغل ما عمله، اكيد هو عمله صح، ما احنا مختارين الموظفين الانسب في الشركه. اوعى تشيك، وقع مباشره وتوكل على الله. هيك انت وضعك 100% لوز و100 فل او 10. وهون بقدر احكي لك اذا بتعمل هدول العشر خطوات فانا بقدر ابصم لك 100% انك انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قعدت عن الشغل. وسلام.